انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية بتنظيم من جامعة الأزهر ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. وشهد المؤتمر حضورا واسعا من ممثلي الهيئات والمنظمات الحكومية والمدنية إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. بتنظيم من جامعة الأزهر الشريف ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور واسع من ممثلي الهيئات والمنظمات الحكومية والمدنية إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. الوعي كبير جدا في الأسرة المصرية، المرأة هي البنت المتعلمة وهي الزوجة وهي الأم وهي مدار المجتمع كله، يعني هي المحور المجتمع وليست نصف المجتمع كما يقال. وطبعا يمكن في عهد الجمهورية الجديدة دور كبير جدا لمشاركة المرأة سواء كان في الحياة السياسية والنيابية، وتقريبا يعني حوالي مثلا 27% من نائبات البرلمان من البرلمان المصري نائبات. المرأة طبعا لها في مؤسسة مصر للصحة منزلة خاصة، واحنا عاملين مبادرة انتي الأهم، احنا بنراها هي الأهم في البيت والأهم في المؤسسات والأهم في الشارع والأهم في كل الاستحقاقات الدستورية. المؤتمر تناول في عدد من الجلسات النقاشية أهمية المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب حوار حول تفعيل المشاركة النسائية. إحنا عندنا قيادة سياسية داعمة جدا جدا للمرأة المصرية، شفنا ده في السلطة التنفيذية في المحافظات ونواب المحافظات وغيرها من المناصب التنفيذية، وشفناه كمان في السلطة التشريعية دلوقتي كنواب في الغرفتين النواب والشيوخ، وشفنا ده كمان في السلطة القضائية يعني بتقلد السيدات والشابات مناصب كقيادات داخل الدولة المصرية. فأعتقد دائما كانت المرأة محرك. احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جايين نناشد المرأة بالأخص للنزول والفتيات، وان احنا اخترنا جامعة الأزهر النهاردة في المؤتمر الكبير ده نقول لهم ان انتوا نص المجتمع. المرأة بتقدر تغير كتير قوي، انت أم وزوجة وأخت، تقدري تشاركي وتقدري تقولي أفكارك وتقدري تقولي علشان انت اللي تحطي هدفك. محتاجين ان كل ست مصريه تكون داعمه وسند وظهر للدوله المصريه، ننزل ونصوت ونشارك في الانتخابات. طبعا 55% من الاصوات بتكون خاصه بالسيدات، فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ننوه من خلال حمله انا مشاركه على سيدات مصر جميعا بالنزول والمشاركه وضروره تواجد اصواتهم في المشاركه في الانتخابات الرئاسيه المقبله ان شاء الله. كل المؤتمرات بتحفز المراه وبتعمل وعي في المجتمع وبتعمل الحراك سياسي كبير جدا، واحنا سعداء جدا بالفتره دي لان الفتره دي فعلا فيها رواج سياسي وفيها رواج توعوي للمجتمع كله، وتوعيه باهميه الامن والامان، وتوعيه باهميه ان احنا نختار صح ونشارك صح ونبتدي نشارك في المجتمع بشكل كبير جدا. المؤتمر يهدف الى حث وتحفيز المراه المصريه على المشاركه الايجابيه في الانتخابات الرئاسيه، خاصه وان المراه المصريه شريك اساسي في رسم خارطه الحياه السياسيه، كما اثبتت قوه حضورها في كل الاستحقاقات الدستوريه السابقه. من إبراهيم، التلفزيون المصري.